لأنه الموضوع الحقيقة فيه تفاصيل كتير. خليني أروح إلى الخبرة المصرفية دكتورة سهير الضماطي. بشكرك جدا دكتورة سهير، ومساء الخير يا فندم. دكتورة سهر الضماطي بشكرك وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتورة سهر، يعني نفس السؤال اللي أنا هسأله، بما لدى حضرتك من الخبرة المصرفية، لما يبقى البنك المركزي عنده هذه الحصيلة من العوائد الدولارية، ويقدر إزاي يتعامل مع السوق بشكل مختلف؟ طبعا شوف حضرتك، عنده حصيلة دولارية كبيرة، بس هي خلي بال حياتك لازم تبقى مغطية العجز، وفي نفس الوقت تمام. احنا الحصيلة الغرض منها ايه؟ ان انت توصلي للسعر التوازني ما بين الطلب والعرض، الطلب على العمله والعرض منه، اللي هو النهارده السوق السوداء للاسف هي اللي ايه بتغطي هذا العرض نتيجه المشاكل اللي حصلت في المؤسسات المديره للعمله عندنا. طيب حضرتك لو جات لك حصيله كبيره بعد النهارده التصريحات الجميله جدا الحقيقه صحيح بتاعه السيد رئيس الوزراء في شراكة استثمارية مع كيانات كبيرة، الكلام اللي بيتقال في منتهى الأهمية للنقطة دي بالذات، لأنه بيتكلم على إيه؟ بيقولك إن أنا بعمل شراكة مع كيانات كبيرة لجذب استثمار أجنبي مباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خلي بال حضرتك. طبعا. وإن الحكومة بتقولك إيه؟ الشراكة دي بتحقق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. تمام. وبالتالي هو ده بيفتح لك بقى، لا ده في شركات ضخمة هتدخل وهنزود العمالة والناس هتشتغل. وأهم من الكلام ده النقطتين في منتهى الأهمية في النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها، إن الحكومة حاليا بتزود موارد الدولة من خلال هذه الصفقات من العملة الأجنبية. جميل. طيب يبقى في الآخر خالص قفل بإيه؟ واللي هيتوفر من سيولة نقدية كبيرة من عملة صعبة هيسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. أكيد. طيب يبقى أنا ويبقى هنا في تعامل واحد، بتكلم يعني على عندنا سوق واحد بس للعملة الصعبة وتعامل واحد فقط، يعني بالظبط من بالنسبة لسعر خلال الصرف. الجهاز المصرفي. تمام. ده الكلام اللي هو في الآخر بيتقال. ففي هذه الحالة لو حياتك عندك حصيلة كبيرة تقدري تنزلي تواجهي السوق دي، صحيح. فالسوق مش هتقدر إنها تقف قصاد البنك المركزي وهو نازل بحصيلة كبيرة، صحيح. وبالتالي يبتدي السوق السوداء تبتدي تنكمش. لو ترجعي حضرتك بالذاكرة نفس الوضع كان حصل في 2017، تمام. ان ايه نزل بحصيلة كبيرة، صحيح. وبعدين انا شايفة برضو من وجهة نظري انا كسهر انه لو نزل بهذه الحصيلة اولا هيبتدي سعر الصرف ينزل تمام. من الارقام الغريبة اللي احنا بنسمعها. أكيد. واحد اتنين، اي منتج اي تاجر عايز النهارده يجيب المواد الخام بتاعته هيدخل البنك ويقدر يفتح طبعا اعتماده تاني، صحيح. فهيبقى فده سوق خطأ. واحد فقط، سعر واحد سوق فقط. واحد فقط. لو ده كمان عشان نسحب بقى الباقي السيوله اللي موجوده في السوق، لان الفتره اللي فاتت يا فندم في ناس كتير قوي الحقيقه عندها دولارات ومش وسايباها في البيت، مش صح. حتى مش مستثمراها في البنك ولا في الشهادات الجميله 7 و9%. فلو هو نزل في الحاله دي كمان بشهاده كبيره مشروطه بانه عشان ياخد هذه الشهاده تاخد يقولي بقى 30 32% حاجه كده، يبقى مشروط ببيع عمله اجنبيه، صحيح. يبقى حضرتك ضمنتي دخول الفلوس اللي هي في بره الجهاز المصرفي الى الجهاز المصرفي. اتنين، المصريين الموجودين في الخارج اللي كانوا بيحولوا هيبقى عندهم بس الثقة فهيرجعوا للتحويلات المصريين بالخارج. الله ينور عليك. صحيح. الحقيقة الصفقة زي ما حضرتك قلتي، الأخبار إيجابية، التفاصيل كثيرة، وإن شاء الله غدا تكون التفاصيل أكثر، وإن شاء الله كل الصفقة الناس تعرف كل تفاصيلها بإذن الله من المؤتمر غدا بإذن الله إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سهر الضماطي الخبيرة المصرفية.